شرع بالتمر لين اجي. راجعك تشرع غير التمر. فايصل الرز وكبسه تطعيم الله خير تفكر شر. فايصل لسانك حصانك يا فايصل. يا جماعه كيف عليكم حميه؟ الله يطول عمرك. الله يخليك لي. والله انا اكتشف كل يوم. يا جماعة كيف ما فيكم حمية؟ كيف صياح الضحى ما تسمعونه؟ من يعاونني على ربع هنية من بغى درب المراجل يمنعونه؟ المراجل ما تهياها سوية كود من عض النواجذ في سنونه. ان بغيت الشح درب الطيب عيا حالف ما رد نفسي للمهونة حالف ما جوز عن جيته هوية دام بيت الله خلقه يدهلونه ملح ومداني شفت الجفية من بغى درب الشكالة يبهتونه. أرحب ترحيب بالحياة. والله العظيم يا ابو مدعث اني مشغول يا راسي. اني والله خابر. مري شفتك وانت من الرياجيل اللي شفت ولا شفت التمر شفت ولا شفت التمر الطحين الله يبيض وجهك. نحن الان ثلاث بدات التمر الطحين عليك. انت مشغول في شيء تسدنا عن الله يبيض وجهك. عنا كلنا الله يبيض وجهك. انت تسد لي اطيب منها طال عمرك. اه والله. ايش تقول؟ البيت اللي قلت سدنا عن ونسدك عن المراجل كلها الله يخليك هلي لي هلال الله يخلي الرجال رجالها انت تسد هو يشدك من واجب الرجال وانت تسد بالغنم عيال الله يبيض وجهك كثير ما نشرتك صره ما شاء الله زيت مليون شجره بشتي جالس به غازل الثلاجه غازل الثلاجه ابشر اسمعي حدني عليك الظرف حدثني عليك الظروف اني اسولف مع المقداع اسولف مع الزمزميه الثلاجه ما هي الزمزميه الثلاجه ايش بيخلصني من الناس اخابرهم الكاس والباديه والتمر وهنا سوف اقف قليلا احتراما وتقديرا اهدأ اهديك اجرا لا ينقطع في وقف الايتام بالبلد الحرام لتكون مرافقا لخير الانام اللهم صل وسلم عليك رسول الله الله يجعلنا من بادري الله يجعلنا من بادري الله يجعلنا من الناشرين لها الله يجعلنا من المساهمين لها رب العالمين ويسدد في اقرب وقت ويكتب الوقف ونفرح صح ولا لا سلام الله سلام يدمج الصاحي مع المجنون وكل يعرف وكل الناس تعرف من هو المجنون والصاحي ذات يوم كنت في قلبك أعيش حبذا لو ما خرجت حبذا كنت عاقل واصبح العاقل يطيش من فراقك لا طعام ولا غذاء جعلني قبل شو قبل مشو بيش تخليني على حالي كذا انا اتكلم عش الله يصح لسان شاعرها محمد بن جخير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر وان هذا الدنيا الا الدعاء ما شاء الله ما شاء الله صره بشتي وين موقع بشتي متجري احطيه هنا علق البشت ولا علقه وين ولا الله يخلي لك اهلي لي اهلي الله يخلي للرجال رجاله من الإجازة الحين في بيت الشعر شاب ينظر سوالف في بيتنا مع أبي وإخواني وعماني والعمي وضحك وناس أطلع منهم وأسير على السراي يجتمع عندهم الربع يا الطرج والولي ولا يا الله إيه ما عاد بها العوير ولا عاد بها شاب الضوء ولا لعب عشت حياة جديدة ما قد فكرت واحد في المئة اني اصير هنا سبحان الخالق انا اكلم من والله العظيم ما توقعت واحد في المئة اني ادخل برامج واقع كنت اتابعها
في زد رصيدك. كنت أتابع كاريزما، وكنت أتابع السوق في قناة الواقع، ولا مرة طرع على بالي إني بصير في ذا المكان. سبحان الله خيرة، زي ما قال فقرة محمد عثمان، أي والله خيرة. ما بين لحظة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، كن مع الناس كالميزان معتدلا، ولا تقول أن ذا عمي وذا خالي، العم من أنت مغمورا بنعمته، والخال من كنت من أضراره خالي، فلا لا يقطع الرأس إلا من يركبه، ولا ترد من أي كثرة المال. في الدنيا أغلب أمورك مسير أم مخير، 50-50، مرت مسير مرت مخير. والله يا رب يكتبنا الخير، يكتبنا الخيرة، يرزقنا القبول الطيب عند الله وعند خلقه، يطلعنا بالصورة الطيبة. صح ولا لا؟ تقولين صح؟ يضرب وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. قامت تهتز الدبة، خيال البل، والله أنا قامت تهتز. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عاد ندري. كان يوما هنا 30 شخص، الآن 18 شخص. هل يا ترى الأسبوع القادم 17 شخص من دون فيصل عرجاني؟ أترك التعليق لكم أيتها الزمزمية، تمر أم أبقى للأخير؟ هذا ما أتمنى، الله أراد، الله شاء، وبإذن الوالي أن أبقى للأخير. أي والله. شو تقولين فيصل؟ وش كنت؟ أي صح صح صح، سريع على الغضب، سريع على الانفعال، بس أرضى على طول، وإذا أخطيت أعتذر في نفس اللحظة. فيها تقول إيش؟ في أشياء ندمت عليها؟ نعم. في أشياء أخطيت تبي تعتذر؟ نعم. جل من لا يسهو، جل من لا يخطئ. فلذلك مش تقول أنت؟ إيه. توقع أنك إبراهيم؟ أسبوع اللي قبل توقعت، أسبوع اللي قبله توقعت أني إبراهيم، أسبوع هذا ما توقع بإذن الله، لأني أتوقع أني ماشي في الدرب الصحيح، وبإذن الله ما تجربشتي أنه يجملنا ويجمل اللي وراي واسرك الدرب. الله يعطيك، الله يعطيك العافيه على سؤالك الطيب. نعم سؤالك كان في محله وكان مضبوط. بين عليك الارق، يقول بين عليك التعب. نعم انا اخر من يرقد واول من يقوم في هذه القريه. النوم عندي مشكله. انت رقدت؟ رقدت 9 قمت الظهر، رقدت وقيت 2:30 قمت 3. نعم. ليه ترقد ما ترقد قبل البث؟ انشدوا الشباب، ما يتاح له السؤال في الجلسة إلا بعد البث، نلتم كلنا في البث، كل هنا قطعة وهنا قطعة، لك الشرات أملاها. لا خلاص البث اجتمعنا. إيه صح صح. هل تكره أحد القرية؟ لا ما أكره أحد. في ناس تقبلهم، في ناس ما تقبلهم. السؤال يقول في ناس تقبلهم، في ناس ما تقبلهم. لا إن شاء الله نتقبلهم كلهم وقابليني بإذن الله. سؤال آخر، هل تشوف تقصير من قبل الشباب والإدارة الفيصل عرجاني؟ لا، الأمور إن شاء الله طيبة، ما سالك الدرب الصحيح. أنت تقول مقل القصائد؟ نعم مقل، لأن أنا عايش في واقعيتي، لا جاء وقت القصيد إن شاء الله أني حاضر، فقرات رسمية إن شاء الله إني حاضر، في الريالتي العموم لا.
كان في جائزة طلبوا مني بيتين قصيدة قلته. الشاعر إذا أكثر من قصايدة ملوا الناس، والشاعر إذا كل حفل، إذا كل فقرة رسمية طلع بنفس كاركتر بنفس حماس كل يملوا منها الناس. فلذلك سدد وقارب واتح فرصة لزملائك في بعض المواقف. نعم. هل إبراهيم هذا اللي بيخرج منه شخص؟ أنا أقول إبراهيم هذا بيخرج منه شخص سوف المتسابقين ينكسرون انكسار كلي بسبب خروج هالشخص، بس ما أدري من هو. هل ممكن أنه أنت؟ لا، أسبوع هذا ما أتوقع، ولا ندري عن علم الغيب، بس نقول إن شاء الله، نقول إن شاء الله. يقولون كنت ضيف معنا عزيز وضيف خفيف ظل، الله يطول عمرك ويجعلني عند حسن ظنكم يا رب العالمين. البشت اللي علي البارح كان بشت، كان من وبر من الرصاصي، وكان عليه خصم W11 5% يوصل لأنحاء المملكة، يوصل دول العالم. بس اللي كان في فقرة مستثمر، نعم كان في متجر بشتي، كان كويس، كان بشت أجزال الله أنه ما يشلها لرجال كفو ولا يلبسها منكم لرجال كفو. شكرا، شكرا على الأسئلة والأجوبة. كان معكم المتسابق ياسر الهرجاني، طول عمركم. الله يكون أشر ذاك الكرسي، الله يكون أشر ذاك الكرسي، الله أعوذ وعليكم قراءة التامة كل شيطان هم وقال إلا لمن دخل هنا يو هم جلس هم طلع الوريقة هم طلع القليب هم يحجري في الرجاجيل يقول بهم إن شاء الله عليه يدخل. الله يكون أشر، الله يكون أشر، وإن شاء الله ما منه إلا كل خير، بس خير اللي قدمه تعتبر شر لنا على حسب القانون والأنظمة. الله يخليه لنا يطول عمره. والله ما أدري شو نقول. المحترم يفرض عليك احترام حتى لو قرارات صارمة، يبقى الرجل محترم وتحب الرجل الصارم حتى إذا كان قرار ضدك يبقى احترامه، يبقى هيبته وشخصيته. الله كفو يا ابو سلطان، الله رب يجنبنا منك. هاي اول حادثة وقعت في وجهي اول ما دخلنا ذا البرنامج، والله قبل اسبوعي، بس ان شاء الله الحين سلكنا الدرب الطيب. حتى مو موجود قلت الطيب، ابغى اقول الطيب، كان بذاك لازم نشله. وين در مدرسة؟ هي ويل 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 يا وجود يوجد من حده زمانه، واعتنز في واحد ما فيه غير. يوم ساقوا ولدها للقصص وبارق السيف في يلمع في وريده، قوم شبال حطب والليل ساري، والله اني فقدت اغلى فقيده. يا وجودي وجودي يا وجودي يا وجودي، وجود ما لعيالي يوم ساقوا ولدها للقصص وبارق السيف يلمع في وريده، قوم شبال حطب والليل ساري، الله اني
ثقت اغلى في قدام لا 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 يدور له عضيده فيصل اليوم يدور له عضيده فيصل اليوم يدور له عضيده فيصل اليوم يدور له عضيده من يوم غايب يوم انتلاقى يومنا يوم غايب ويوم انتلاقى يوم غايب ويوم انتلاقى نننا ننني ننني ننننا يلا برزق ما حسبنا له حساب ولا برزق حاسبين ان حسابه اهم شي انك ما الغيظ صباب ماني من رزقه ليجه هباب امد منه للموالي والاجناب يفرح بي اللي يكون رزقه انهابه اموت لمن شفت عقفال الاشناب اللي مبانيهم شموخ ومهابه حرنا من الحاجه بغى فزعه اغراب ولا الثالث الخاسح من ذيابه ولا صبي من الفقر عارضه شاب كريم بس الوقت كشر بنابه من قل ماله قال لو الناس كذاب لو انه اصدق من صدوق السحاب ومن زاد ماله قفله على باب ابوه لا ابوه من وقف عند بابه المال في دين الردين وش جاب يموت وسط البيت محد اندرابه قال انا عند ظنك قلت لا بالله اختلف فيك ظني نوبه نوبه يا زين ذي الشله الله يا ربك تستر عليهم اخوي اللي هادي بمهدي المفرح كاني سجلت منهم اشد ما فيني خير هادي وناصر ومسفر واحمد عوض واحمد صالح فهد مطلق عبد الله السويداني عبد الله السويداني ربك الدني هو محمد صالح مشعل العاصمي تركي عبد العزيز ثامر الأحمري هم من باقي هم من باقي قال انا عند ظنك قلت لا بالله اختلف فيك ظني نوبه ونوبه قال واللي سواتك يدمع حزله قلت والغلطه اللي منك محسوبه من بغاني على الشده رفيق الله لا يقصر في ماجوبي وماجوب الرفيق المهجر رفقته عله لابس اللي عباته الود مقروب لو يجامل معي والكره مشتله المحد بتشوف الناس حردوب رفقة ما لها مذهب ولا ملة يلا العفو والغفران والتوبة رفيق يحد السيف ويسل كل مقفى رفيق حش العرقوب
يا اكتم الله ليته يعود. ورق الذرة على المسبح. يا علي يا اخيك والله هني والله هني. محزمني يا سعد من حنا احزاب. ربعي مطاليقا ولا فيه عاقة، هم محزمي وقرا من ازرار كمي، كل زحل من زحل الرفاقة الخالخالي مثل ما العمة عمي. اني والله ما تبدل بهم، ما تبدل بكل رجال حمراء. من بغى الداح ما قالح. نانا ضايقنا ترفنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. سلام تسليمة وفاتا قبال العالم من الباب، لا من دخلها كل رجل يعصب الراس والعين. لا 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 يا لا لا يا لا 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 اغنين مطيب تبقى ولو مما يشوى فيصال انشد فيصال المنعور بنشدك بعضا جمل واشتال حملك وخلى العالم تقول يا فيصل المنعور بنشدك عن بعض المواضيع.